صباح الخير يا زميلة نسرين، صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدين عبر شاشة التلفزيون الأردني، صباح الخير على كل مستمعين عبر أثير إذاعة الأمن العام ومشاهدين عبر قناة جوردانا من تيفي ولكل الأردنيين في كل مكان في هذا الصباح. مباشرة نروحنا وياكم إلى غرفة عمليات إدارة السير المركزية الملازم موفق الخطبة، معنا من هناك مباشرة. ملازم موفق صباح الخير. سيدي صباح الخير لجميع الأخوة المستمعين وأيضا جميع الأخوة المشاهدين. نعم ملازم موفق، أبرز ملامح الحركة المرورية الصباحية في العاصمة عمان. سيدي يعني اليوم الخميس لا زالت الحركة متفاوتة في الشوارع الرئيسية، الآن يعني الحركة تتوزع في معظم مواقع العاصمة. نبدأ من منطقة الوسط، لا زال هناك في النكتات المرورية للسير القادم من جهة الزرقاء باتجاه عمان، وخصوصا التقاء السيرة فجر المركب باتجاه الداخل منطقة زول عين غزال وشارع الجيش من جهة المسرح باتجاه جسر المحطة باتجاه الداخل باتجاه منطقة توس البلد. في عندنا لا زال نشاط مروري. سيدي المنطقة العلوية اللي تمثل منطقة شمال عمان مدخل طبربون من جهة عين غزال صعودا في عندنا نشاط مروري. منطقة يجوز باتجاه الداخل أيضا في عندنا نشاط مروري. السير القادم على دوار سويلح باتجاه الشمال من جهة الشمال باتجاه الأعلى في عندنا نشاط مروري. منطقة شارع الملك عبد الله في عندنا انسيابية بحركة السير. نعم. شارع الزراعي اللي بتمتد يعني منطقة الأنفاق يعني الأول الثاني الثالث الرابع الخامس لغاية الدوار الثامن أيضا في عندنا نشاط مروري. منطقة الشرقية هناك يعني الآن استقرار بداية استقرار بالحركة المرورية. سيدي مثل ما نوهنا هي الأعطال اللي فقدت عملنا معها مركبات معطلة وحوادث مرورية رمادية فقط لا تذكر سيدي ولا شيء باختصار في هذه الآن. شكرا لك أخوي موفق، يعني من خلال هذه المتابعة من خلال الضباط اللي موجودين في الميدان كل الشكر وكل التقدير لكم جميعا من غرفة عمليات إدارة السير الملازم موفق الخطبة، صباحك سعيد. إلى الدوريات الخارجية الملازم محمد الملكاوي معنا من هناك. ملازم محمد صباح الخير. الله صباحك بالخير أخي حزم بيك لك وجميع مستمعي راديو أمين وأيضا مشاهدين التلفزيون الأردني، يحييك ويبارك فيك. ملازم محمد، يعني أبرز ملامح الحركة المرورية على الطرق الخارجية. كما معروف يعني اليوم الخميس يعني نهاية دوام وتشهد طرقنا الخارجية وخصوصا على مداخل العاصمة عمان حركة مرورية قوية بجميع الاتجاهات. يعني الآن طريق يربد عمان تشهد أيضا حركة مرورية وبزخم. نعم. طريق السواد الزرقاء الحزامي الدائري، طريق المطرار الآن أيضا طريق بلعمة الزرقاء باتجاه يربد أيضا باتجاه الزرقاء، شارع المية أيضا طريق المطار وأيضا الخط الصحراوي. الحمد لله رب العالمين سيدي، يعني جميع طرقنا الخارجية سلكة ولو وجد أي عوائق. فقط نذكر اخواننا السائقين بخصوص تحويل الموجود الان عند محطه سيل جراش الامنيه، يعني اخواننا السائقين بكل حذر وانتباه اثناء عمليه الحركه والمرور سواء باتجاه عمان او باتجاه محافظات الشمال بخصوص الملحوظه المعنيه للتحويل بكل حذر وانتباه. نعم اشكرك جزيل الشكر الملازم محمد الملكاوي من غرفه عمليات اداره الدوريات الخارجيه، صباحك سعيد وتحياتنا لك. الزميله سمر والزميله نسرين، يعني حقيقه في هذا الصباح احنا اليوم نحكي عن اليوم الخميس ونهايه اسبوع، بنتمنى تكون نهايه اسبوع سعيده بكل تاكيد. بالامس لم يكن هناك ربط مشترك معكم بالتلفزيون الاردني، لكن كان هناك ملاحظات حقيقه، واحدى هذه الملاحظات هي ضبط سرعات عاليه على الطرق الخارجيه، كانت يعني حقيقه وكانهم يسجلون ارقام قياسيه على الطرق الخارجية. كان تم ضبط سرعة مركبة تسير بسرعة 235 كيلومتر بالساعة والسرعة المقررة هي 100 كيلومتر بالساعة على الطريق الصحراوي. تم ضبط المركبة المذكورة ومعروف رأينا ومعروف تعليقاتنا بمثل هذه السرعات العالية وخطورتها على سلامة ومستخدمي الطريق. سعيدين دائما وأبدا بهذا التواصل وبهذا الربط المشترك معكم زميلة نسرين وزميلة سمر، وإحنا يعني من خلال هذا التواصل من خلال كافة المعلومات التي نأخذها ونوردها ما بين إذاعة الأمن العام وما بين التلفزيون الأردني، نتمنى أن نصل إلى رسالة إعلامية أمنية تصل إلى كل بيت أردني في هذا الصباح. شكرا لك حازم بيك، بس أنا كان عندي أول إشي استفسار يعني قبل ما ننهي إذا لساتك معي. نعم معك ست. حازم بيك، في ملاحظة يعني الناس أو يعني حابين يعرفوا شو الحكمة منها، يعني مرات كتير إحنا بنشوف
بالأوقات أوقات الذروة، إن كان في الصباح الباكر أو في وقت الترويحة من الدوام أو المدارس، بيكون في شرطي المرور بحط الموتور سايكل ماتورو مثلا، بسكر فيه مسرب، وبيكون شارع حيوي جدا وفي كثافة مرورية وحركة للمركبات. شو الحكمة إنه يحط؟ يعني مرات كتير إحنا بنشعر إنه هاي الحركة بصراحة بتعيق الحركة المرورية، ما بتسهلها. نعم صحيح أختي نسرين، يعني حقيقة ونفس التساؤل يعني كان مني مباشرة لمدير إدارة السير والمعنيين بإدارة السير المركزية في مديرية الأمن العام، إنه شو الحكمة من وضع أو إغلاق بعض المسارب على حساب المسارب الأخرى؟ من ناحية علمية وناقشونا فيها وأعطونا الجواب إنه من ناحية علمية فيما لو تم ترك هذه المسارب على الغارب على راحتها سيكون هناك إغلاق تام وتشبيك للسير بالكامل نتيجة للكثافة المرورية اللي راح تكون من سواء كان مثلا من أعلى الدوار أو بهذا الشارع الحيوي أو ذاك، فهم بطريقة علمية هندسية مرورية حسب خبرتهم العملية في الميدان يعملوا على إغلاق بعض المسارب اللي موجودة على حساب المسارب الأخرى حتى لا يعني يكون هناك اختناق مروري. احنا لازلنا يعني في بعض الأحيان احنا في ازدحام أو كثافة مرورية، لكن الاختناقات المرورية هي مرحلة أعقد ومرحلة أكبر من الذي تشهد العاصمة عمان. في الاختناقات المرورية يمكن أن يكون هناك تشبيك للسير بالكامل وعدم هناك عدم وجود أي انفراجات بالشوارع الرئيسية الشوارع الحيوية. يعني هاي الإغلاقات هي من ناحية علمية ومن ناحية هندسية مرورية هي إغلاقات ضرورية لتقنين الحركة المرورية على حساب بعض المسارب حتى تنساب الحركة بشكل أفضل ومن مصلحة الجميع. البعض الذي يكون بهذه الإغلاقات أو متضرر من هذه الإغلاق يمكن يعتبر أنه الموضوع مقصود به شخصيا، لكن المقصود من هذه الحركة هو المصلحة العامة للجميع وعدم حصول الاختناق المروري في شوارع العاصمة عمان. لا أكيد إحنا ما بنشكك في النوايا أنها حسنة، بس يعني بدنا نقتنع وإن شاء الله يكون الجواب مقنع، مع أني أنا بفضل لو جربنا أسبوع على فكرة أنه من غير ما يكون في الدراجة النارية يعني تسكر مسرب، ممكن لو جربنا مثلا نشوف رح يصير في اختناقات أو لا. بس طالما أنتوا يعني سألتوا إدارة السير وأكيد هاي الأمور كلها بتكون مدروسة وما بتتخذوا أي إجراء إلا بيكون في له حسابات يعني عند إدارة السير، فبالتالي يعطيكم ألف عافية وشكرا لتوضيح هذا الجانب. شكرا لك النقيب حازم المستريحي وإذاعة